واحدة خادمة بتقول أمينة أسر بنات في كنيستنا تقول إن الطهارة الجسدية للسيدات ليست شرط للتناول. تبقى بتعلم تعليم خاطئ ما يصحش تبقى أمينة خدمة. قولوا لها كده. وتقول إن الآباء اختلفوا في إمكانية تناول المرأة وعليها العادة الشهرية. أي آباء اختلفوا؟ أي آباء اختلفوا؟ الآباء الحاليين في أيامنا ولا الآباء القديسين ولا الآباء في قوانين الكنيسة؟ لما نشوف ماذا قاله القديس ديونيسيوس وماذا قاله القديس تيموثاوس، ودول اباء في العصور الاولى. القديس تيموثاوس الاسكندري في القرن الرابع والقديس ديونيسيوس في القرن الثالث. قولوا لها تعالوا نظبط الكلام.